تحرك دولي عاجل لحل أزمة سد النهضة دوليا، وتحرك أمريكي سريع لمصر قبل أن تتعامل مصر مع سد النهضة بطريقتها الخاصة، وتطور كبير جدا في أسلحة الجيش المصري، ومفاجأة ننشر لحضركم التفاصيل، والأقمار الصناعية تكشف شيء هام عن الأرصاد في مصر خلال ساعات، وعاجل تقرير خطير للمخابرات الأمريكية يرصد مؤامرة على حدود مصر. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم، صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك أحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيعشق تراب بلده فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وتحرك دولي عاجل لحل أزمة سد النهضة. أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية أنه سيزور مصر والسودان وإثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة. قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن رئيس الكونغو ورئيس الاتحاد الإفريقي أبلغها بأنه سيقوم بجولة قريبة ستشمل السودان ومصر وإثيوبيا بخصوص مسألة سد النهضة. وأضاف وقال أكد لها إن في تنسيق بيتم بينه بوصفه رئيس الاتحاد الافريقي وبين الامين العام للامم المتحده والمبعوث الامريكي للقرن الافريقي يهدف لايجاد حل للموضوع سد النهضه، واعربت عن ارتياحها لهذا المسعى، وقالت فيما معناه ان يعني ده بيصب في مصلحه ان السودان بتدعو لحل سلمي، وهو ضروره اشراك العالم في حل الازمه على الرغم من ايمان السودان بضروره حل المشكلات الافريقيه افريقيا. يعني السودان بيرجح ان لازم يبقى فيه مجتمع دولي مطلع على ازمة سد النهضة، ولكن هي ايضا بتؤمن بضرورة حل المشكلات الافريقية افريقيا. المصدر معانا كان من سونا، اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. سونا هو مصدر لوكالة انباء سودانية، اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر اخر، وتحرك امريكي سريع لمصر قبل ان تتعامل مصر مع سد النهضة بطريقتها الخاصة. وزارة الخارجية الأمريكية أفادت بأن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفيري فيلتمان سيزور مصر وإريتريا وإثيوبيا والسودان لبحث تسوية سلمية في المنطقة، وستستمر زيارة فيلتمان للمنطقة في الفترة من 4 إلى 13 مايو. وذكر البيان أن زيارة المبعوث الخاص تؤكد أن الإدارة الأمريكية تعتزم مواصلة الجهود الدبلوماسية المستمرة للتغلب على الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية في القرن الإفريقي. وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي بعد أيام من إعلان إثيوبيا قرب اكتمال تشغيل بناء سد النهضة وبدء التعبئة الثانية في موعدها رغم الرفض السوداني المصري. في المقابل اتهمت السودان أديس أبابا بمحاولة التنصل من المعاهدات الدولية بشأن مياه النيل وترسيم الحدود بين البلدين. السفير المصري لدى واشنطن دعا الولايات المتحدة إلى التدخل لإنقاذ المفاوضات المتعثرة معتبرا أنها الوحيدة القادرة على تحقيق اختراق. المصدر معانا كان من وكالات، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام جدا. هنا نرى أن هناك تحرك أمريكي، وجاء ذلك بعد نهاية المفاوضات المتعثرة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وطبعا السبب إثيوبيا بكل وضوح صراحة. أمريكا الآن تتدخل عشان ما بقاش في حرب مستقبلا بسبب مياه نهر النيل، هذا الأمر يعني أكيد واضح وصريح، ونتمنى أن يبقى في حل سلمي واضح وصريح، ولا نتمنى الحرب، ولكن يعني الحرب دائما تفرض على مصر. مصر لا تسعى أبدا للحرب، وتاريخ مصر يشهد لها بذلك. ننتقل لخبر آخر معانا، وتطور كبير جدا في أسلحة الجيش المصري ومفاجأة أنشر الآن لحضراتكم التفاصيل. وزارة الدفاع المصرية أعلنت عقدها اتفاقا مع فرنسا لتزويد جيش مصر ب30 مقاتلة جديدة من نوع رافال. والمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية ذكر في بيان في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوة الدولة الشاملة، وقعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد
30 طائرة من طراز رافال، وذلك من خلال قوات المسلحة المصرية وشركة داسو إفياسيون الفرنسية، على أن يتم تمويل العقد الموقع من خلال قرض تمويل يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات. الرفاعي تابع وقال: وكانت مصر وفرنسا قد وقعت عقدا خلال عام 2015 بتوريد 24 طائرة من طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية التي تمثل الذراع الطولي لتأمين المصالح القومية المصرية. يعني الآن نحن نمتلك 24 مقاتلة من طراز داسو رافال الفرنسية، وتم عقد أيضا توريد مقاتلات من نوع داسو رافال 30 طائرة ف30 و24، يعني 54 مقاتلة من نوع داسو رافال. البيان قال: الجدير بالذكر أن طائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلا عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة وقدرة عالية على المناورة وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار. وفي وقت سابق كشف موقع ديسكلوز الاستقصائي أن فرنسا وافقت على بيع 30 مقاتلة من نوع رافال للحكومة المصرية في إطار صفقة تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار. ويشمل الاتفاق حسب التقرير بين فرنسا ومصر عقودا من شركة صناعة الصواريخ MBDA وشركة سافران الإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاب بقيمة 200 مليون يورو أخرى. وقال الموقع أن الدولة الفرنسية ومعها بنوك بي إن بي بريبيا وكريدي إجريكول وسوستيه جنرال وسي إس سي ستضمن ما يصل ل 85% من تمويل الصفقة. المصدر معنا كان من RT، وهنا يعني حابب أوضح لحضراتكم حاجة صغيرة جدا. يعني اشمعنا دلوقتي في الاتفاقية لتوريد 30 مقاتلة من نوع داسو رافال؟ يعني اشمعنا في الوقت ده؟ اشمعنا في وقت الأزمة اللي بين مصر والسودان وإثيوبيا؟ أنا أجد من وجهة نظري الشخصية أن فرنسا تدعم مصر وتدعم موقفها في أزمة سد النهضة. هذا رأيي الشخصي، وأترك لحضراتكم التعليق، وأنا هقرأ كل تعليقات حضراتكم بخصوص هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا: والأقمار الصناعية تكشف شيء هاما للأرصاد في مصر خلال ساعات. نشرت هيئة الأرصاد الجوية صورا لخرائط توزيعات الضغط الجوي تشير إلى وجود موجة حارة على مصر خلال 72 ساعة القادمة، حيث ترتفع درجات الحرارة بداية من أمس الاثنين وحتى الأربعاء غدا، فتصل إلى 41 درجة على القاهرة. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن الموجة الحارة تبدأ تدريجيا من أمس الاثنين، حيث تسجل الحرارة 39 درجة نهارا على القاهرة وليلا 22 درجة، وتكون يعني أقصى درجة للموجة يوم الأربع، فتسجل الحرارة على القاهرة 41 درجة خلال ساعات النهار وليلا تسجل 23 درجة. ويكون الطقس خلال 27 ساعة القادمة شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا معتدلا ليلا، يصاحب ذلك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال مصر والصعيد وجنوب سيناء. وبعد الطقس خلال 72 ساعة القادمة يأتي انخفاضا تدريجيا مجددا في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس المقبل، ولكن ليس بشكل كبير، ليظل الطقس حارا على كافة أنحاء مصر خلال الفترة القادمة. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة الطقس شديد الحرارة على مصر غدا الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية، ويكون الطقس نهارا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب مصر، حار على السواحل الشمالية معتدلا ليلا على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك نشاطا للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقاطعة. المصدر معنا كان من الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر ومهم جدا: عاجل تقرير خطير للمخابرات الأمريكية يرصد مؤامرة على حدود مصر. كشف التقرير السنوي للاستخبارات الأمريكية المعروف باسم تقييم التهديد السنوي أن الوضع في ليبيا قد يشتعل في أي لحظة هذا العام، بالرغم من التقدم السياسي والاقتصادي والأمن المحدود في ليبيا.
قال التقرير الذي نشرته سكاي نيوز إن الأزمات التي تواجه الحكومة الآن هي نفسها التي منعت الحكومات السابقة من دفع عجلة المصالحة، بل زاد عليها هذه المرة ملف وجود مرتزقة أجانب على التراب الليبي. التقرير تابع وقال الذي أصدرته لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي أن عدم الاستقرار في ليبيا سيستمر ويتواصل، وأن المعطيات تقول إن الصراع العسكري قد يبدأ في أي لحظة، حيث قد تخرج الأوضاع عن السيطرة وتمتد إلى صراع أوسع نطاقا. التقرير أضاف وقال إن الفرقاء الليبيين يكافحون لحل خلافاتهم، ولكن القوى الأجنبية لا تزال تواصل ممارسة نفوذها وتأثيرها في الداخل الليبي، وأشار في الوقت ذاته إلى أنه من المرجح أن تواصل القوى الأجنبية دعمها المالي والعسكري لوكلائها، وستكون هناك نقطة اشتعال محتملة، وذلك فيما يتعلق بما إذا كانت تركيا ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في أكتوبر 2020 والذي يدعو إلى رحيل المرتزقة. واتفق خبراء سياسيون على أن كل المعطيات الظاهرة في ليبيا وافتعال الأزمات واستمرار تواجد الميليشيات يدفع بليبيا إلى صراع جديد قد ينتهي باشتعال الأوضاع مرة أخرى. المحلل السياسي سلطان الباروني قال إن التقرير الذي أذاعته الاستخبارات الأمريكية يحتوي على بيانات هامة ودلالات واقعية جدا، حيث أن القوى العسكرية المسيطرة على الأرض في الغرب الليبي كلها تخضع لأوامر من دول أجنبية وليس هدفها مصلحة الليبيين كما يدعو. الباروني أشار وقال إن التقرير الأمريكي خلص إلى شيء واحد فقط للخروج من الأزمة، وهو خروج المرتزقة وتوحيد المؤسسات حتى نشهد استقرار داخل ليبيا وحتى يكون القرار النهائي في ليبيا للليبيين. وأوضح أن محاولة تطبيق سيناريو المحاصصة التي طبقت في لبنان خلال مؤتمر الطائف بين المسيحيين والشيعة والسنة ومحاولة تطبيقه في ليبيا غير ممكن، وكذلك محاولة تطبيق النموذج العراقي، لأن ليبيا لا يوجد بها عرب وأكراد، كما أن ليبيا لا توجد بها مشكلة العلمانيين والإسلاميين كما هو في تونس. فابتدع سيناريو المناصب السيادية والمحاصصة الرأسية والأقاليم الجغرافية حتى تستمر ليبيا كدولة فاشلة، وبالتالي سيفتح الباب أمام الصراعات والأزمات. هذا كان تقريرا من CIA المخابرات الأمريكية. نتمنى إن شاء الله الخير لدولة ليبيا الشقيقة والليبيين، ونتمنى عدم يعني حدوث أي صراعات في هذه الدولة، لأن يعني الدولة دي شافت كتير جدا. نتمنى لها الخير والرخاء والسلام والاستقرار والتنمية بإذن الله. جينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم عبد الله الفقيد إسلام الأمير من قناتكم مصر ميديا اي بي على يوتيوب وإسلام الأمير مصر ميديا اي بي على الفيسبوك. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.